السلام عليكم ورحمة الله. بداية حبيت أن أقرأ الورقة أو أستعرض الورقة المكتوبة، ولكن حبيت من كثر الكلام اللي سمعته من الصبح إلى الآن، ما بقول أني أصبت بصدمة إحباط أو شيء، ولكن حبيت أن أرتجي الكلام وأعود إلى ما قبل 10 سنوات، حالة الارتجال أفضل من حالة التفكير أو حالة الكتابة مثل ما مارست في الورقة. وبنطلق من منطلق، على العموم سيد أنا ما بأخذ 20 دقيقة، 15 دقيقة، فبنطلق من الكلمة الأخيرة اللي ختم فيها أستاذ العزيز عبد النبي سلمان، إن تجربة 2002 كان يمكن أن تكون تجربة رائدة وتجربة مثمرة. مع الأسف الشديد إذا كانت هذه خيارات المعارضة أن تنظر إلى تجربة 2002 أو تجربة دستور 2002، ومثل ما تفضلت الأستاذة جليل السيد والدكتور الحسين البحار وكيفية الخلل الدستوري اللي أساسا ما أدري ينطبق عليه لفظ الدستور الموجود الآن أو لا، ممكن من ناحية دستورية ينطبق عليه لفظ الدستور، ولكن من ناحية سياسية ما أتصور أن إنسان يمتلك وعي سياسي معين يعتبر ما هو منتج الآن أنه دستور سياسي. هو وثيقة تشرع قبيلة لأن تدير حاضرة من حواضرها، ليس إلا الملك ورئيس الوزراء ومن خلفهم ومن تحتهم أفراد قبيلة، مش قادة سياسيين يا جماعة. بداية الورقة اللي إذا قرأتونا في الكتيب أنه يجب إعادة تدوير القضايا أو تدوير زوايا النظر. هل ننظر إلى أن الآن شعار المؤتمر مؤتمر التغيير الديمقراطي، في ديمقراطية في البلد أو في دولة حتى نتحكم أن نقول والله مثل ما قال دكتور حسين البحار أنه حاول أن يبحث في نظريات القانون وكتب الدستور عن مخرج إلى ما اسمه شنو يسمون هذا الدستور أو شيء. أيضا في السياسة شنو ديمقراطية يا جماعة؟ ليش نقص على روحنا نقول أن عندنا ديمقراطية وهي الديمقراطية قابلة إلى النمو ولكنها محدودة بمعوقات؟ أستاذ العزيز أستاذ خليل عرضك جدا رائع والله العظيم، فعلا مثل ما تقول أن أفضل عرض إلى قوى المعارضة في الوطن العربي هو عرضكم، ولكن مع الأسف الشديد لو بروح اليمن بجد نفس المعوقات ونفس الخطاب، وقعد في المغرب وقعد في مصر وقعد في موريتانيا وأكثر من بلد كلهم عندهم نفس النقاط، ما عندنا أي اختلاف، ما عندنا أي اختلاف. إذن وين خياراتنا كمعارضة؟ وين خياراتنا كقوة سياسية موجودة تجاه خيارات الدولة؟ في 26 فبراير 2011 على ما أتذكر طالبت القوى المعارضة باستقالة خليفة بن سلمان والحكومة حتى أنه تتكلم مع الحكومة، خيار موفق. بعد 3 مارس لربما أو 7 مارس، لا مش مشكلة خلي الحكومة ما تستقيل ولكن خلنا نبحث قضايا أخرى. في 2013 مع الأسف الشديد قوى المعارضة تحاور يا عبد الله الحويح وأحمد جمعة من رأس الملك طالبينه ب 14 فبراير إلى 2013 نتكلم على عبد الله الحويح وأحمد جمعة وبعدين نقول وش معوقات الديمقراطية أو ليش ما عندنا ديمقراطية؟ أكيد إذا كانت خيارات القوى السياسية، وأنا أنظر إلى الديمقراطية الآن مش ديمقراطية ثنائية ما بين نظام وما بين معارضة، الديمقراطية تعني مجتمع، تعني حراك مجتمعي، حراك أكبر من قوة، أكبر من سلطة متناثرة ما بين سلطة الرفاعة أو سلطة الدراز أو سلطة الوفاق أو سلطة أيا كانت. أنا أتكلم على مجتمع يجب أن يكون فعلا قادر على خياراته. أنا خياري شنو؟ خياري في 14 فبراير طلعت أن أنا هي مطالبي وهي خياري وفرض خياري، ليش أتراجع عنه؟ لأن السلطة أرادت خيارات معينة وأوهمتني بسياسة السعي بنا إلى نحو الهاوية، وأصبحنا ننظر على أن الهاوية أنا معلق على العمارة وخليفة بن سلمان يقول لي إن ما قبلت بفلتك أو تشوف، وأنا أصدق خليفة بن سلمان. أنا ليش رايح إلى الهاوية يا جماعة؟ إذا خليفة بن سلمان أو حمد بن عيسى أو غيرهم يريدون أن يسلكون مسلك ويروحون إلى الهاوية فليذهبوا إلى الجحيم. إذا فعلا نريد أن نبني ديمقراطية وأن ننظر إلى الديمقراطية على أنه مستقبل بلد
عمرها أكثر من 4000 سنة. نكون صرحاء مع أنفسنا قبل أن نكون صرحاء مع النظام. كل الأوراق اللي استمعنا إليها وقريتها أن السلطة تعمل، السلطة تعمل، السلطة تعمل، والسلطة تضع، والسلطة تحجز، والسلطة تغير دستور وتبتكر دستور وتبتكر قوانين، وبعدين يا هالملك، وبعدين يا هالرئيس الوزراء، وبعدين يا هالنظام، ما راح يتغير. في الورقة بينت أن من خلال 3 مشاريع يفترض فيها أنه مشاريع إصلاحية من 1923 ولما شالوا عيسى بن علي، مؤول مشروع إصلاحي مصلوح الإدارات كان هو 1923، والانتقال من المشيخة إلى البيروقراطية ومن البيروقراطية إلى 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 إلى, إلى آخرة. وإحنا على نفس المنوال، يشتد الضغط على النظام، يفرج بانفتاح سياسي بسيط جدا محدود نقتنع منه على أنه الأمل والمخرج، وندور في فلك السلطة، ثم نكتشف نفسنا أننا في الخارج وليس في الداخل، وتعاد الكرة مرة أخرى ومرة أخرى إلى ما لا نهاية. في الأوراق اللي قدمت أستاذ العزيز في ورقة التمييز، كان لطيف جدا أن نسرد وأن نبين مستوى التمييز الموجود، وأنه لربما يفهم منها الآخر أنه محاصصة. ليست محاصصة إذا شخصنا الموضوع حقيقة. ماذا يعني التمييز فيما يخص التغيير الديمقراطي؟ التغيير الديمقراطي لا يتحقق بآمال، لا يتحقق بتطلعات. الديمقراطية مش كلام إنه والله أنا ألقيه في مؤتمر أو ألقيه في ندوة أو أكتبه في كتاب أو ألقيه في خطاب معين وأقول يلا يا الله جيب لنا الديمقراطية. عمر الشعارات على اللي قوله السيد يوسف المحافظة، عمر الشعارات ما صنعت نصر، وفعلا عمر الشعارات ما راح تصنع نصر ولا راح تصنع تحقيق ولو درجة معينة. في مستوى التمييز، لما نتكلم على التمييز، إن الملك يصدر أكثر من 243 مرسوم أو قرار أو إلى آخره، ويعين فيها من هم. شنو تعيينهم؟ تعيينهم تمكينهم اقتصاديا، بناء شبكات اقتصادية هائلة جدا. هل بيوقفون إياك في التغيير الديمقراطي؟ أنا مش ضد السنة، السنة أفقر منه وأفقر من موجودين كلهم، بس اللي نفترض فيهم أنهم يمثلون التيار السني ليسوا بسنة يا جماعة الخير. المحمود وجماعة الحويح وغيرهم، مع الاعتذار إلى الإدارة المؤتمر إذا أنا أتكلم بصراحة وأسمي الأمور بمسمياتها، بس لا نفتكر أن هؤلاء هم يمثلون السنة، هم يمثلون السلطة، شبكة السلطة. ليش أنا أعتبرهم أنهم عنصر طائفي يعيقوني؟ أنا أزعل لما المحمود يطلع ويخطب علي أو يتكلم علي بكلمات معينة. هو نفسه لما يطلع لي الملك ويتهمني أن أنا إرهابي وأن أنا وأن أنا وأن أنا، شنو المشكلة؟ المشكلة إذا رئيس الوزراء قال عني إرهابي هو خطاب سياسي، ولكن المحمود إذا قال عني أنا إرهابي إذا لا، هي خطاب طائفي. لا، المحمود وخليفة بن سلمان وحمد بن عيسى هم مع بعض في سلة واحدة، في جملة واحدة، قالب مجتمع وسلطة. المجتمع يتكون من فئات، نعم يتكون من فئات، يتكون من أثنيات، نعم يتكون من أثنيات. ادخل المحرة وادخل الحب تشوف فيهم، مو سنة ذلاك، نفس اللي في الإدراج ونفس اللي في البداية. ولكن البعبع اللي دائما عايشوننا فيه، ونقتنع مع الأسف ان احنا امام مشكلة طائفية وامام توتر طائفي. التوتر الطائفي ما صار ابدا. في اعز الاحداث في 14 فبراير وما بعد 14 فبراير ما في شيء اسمه طائفية، مع كل التحشيدات اللي صارت. الطائفية كانت موجودة عند السلطة فقط وجماعتها. اذا الجماعة الاخرى لم تكن طائفية، كانت سلطة ولكن بغطاء اخر. أقنعونا أو حاولوا إقناع الكثيرين منا على أن هؤلاء يمثلون طائفة، هم لا يمثلون طائفة. ومع الأسف أن أحد معوقات الديمقراطية أن ننجر مع التوهمات التي تخلق لنا والخيارات التي تفرض علينا، وأن ننجر في بحث هذه الخيارات. الآن كل الخيارات مع الحوار، ولكن أي حوار بالشروط الموضوعة في قصر الصافرية، ليس بشروطكم أنتم، ليس بشروط الناس، ليس بشروط المجتمع.
التغيير الديمقراطي هو هي مساره، أن أمتلك خياري أنا. الديمقراطية هي حرية الإنسان من الداخل، مش كلام. إذا كنا نتكلم على خياراتنا، وين خياراتنا؟ هي مصفوفات نسردها في المؤتمرات والأوراق وتعالوا ناقشونا فيها، ما حد راح يناقشنا ولا حد راح يسمع إلينا نهائيا ماذا تريدون. ولو ظلت الشعوب بما هي عليه أن تنتظر من الحاكم منحة، وأن تنتظر من الحاكم أن يفتح لها أبواب الخزانات، تعالوا دققوا على مشاريعي وعلى بيزاتي، مستحيل. ما في ولا حاكم سواها، ما في إلا فرعون. فرعون اللي دائما يندم هو الحاكم الوحيد اللي سمح إلى الآخرين أو المعارضة في أن تعلن وجهة نظرها فقط. حينما جاء موسى إليه قال له أوكي خلنا اجمع السحرة وجيبهم يوم اليوم المعلوم. هاي الحالة الوحيدة اللي في التاريخ أن ديكتاتور يسمح إلى آخرين يتكلمون فيها. اللي عندنا وش سوى؟ اللي في السعودية وش سوى؟ اللي في قطر وش سوى؟ اللي في العراق وش سوى؟ اللي في سوريا وش سوى؟ اللي في مصر وش سوى؟ فتحوا الأمور؟ نهائيا لا. لما الناس فرضت إرادتها وفرضت خياراتها هرب زين العابدين بن علي. لما الناس فرضت خياراتها وفرضت قناعاتها على النخبة وعلى غير النخبة استقال حسني مبارك. خلاف ذلك لا، خلاف ذلك بنرجع هني ولو امتد بنا الزمن، لأن هاي النادي بالذات من سنة 1934 37 يتكلم على نفس الكلام، وأعتقد أن الأخوة المؤسسين إذا كانوا موجودين بيشاطرون هاي الكلام، نفس الكلام. ما خرجنا عن ديمقراطية وعن حرية، وحتى دستور هذا النادي ينص على الديمقراطية وعلى احترام الإنسان وعلى العروبة وعلى وعلى وعلى، وما تغير شيء، لأن السلطة موجودة. ما هو مات سلمان بن حمد وجاء عقب عيسى بن سلمان وجاء عقب حمد بن سلمان وبيجي سلمان بن حمد وبيجي محمد بن سلمان وبنضل، لأن خياراتهم هي هكذا. خياراتهم اليوم يعطيك انفتاح سياسي يخليك تتكلم شوي، وباكر يقول لك لا بابا ارجع مكانك، وانا فعلا برجع. اذا نبغى ديمقراطيه خلنا نكون صرحاء مع انفسنا، نحدد خياراتنا وش هي بالضبط خياراتنا، مش خيارات السلطه، ومن ثم تبحث في تطبيق هاي الخيارات ما هو. اذا كان خياري فعلا الان هو حكومه منتخبه، أبحث فيما يحقق هذا الخيار، مو في خيارات آخرين في أن أحقق خياري من ضمن خيارات آخرين. عمر خليفة بن سلمان، يعني مرة من المرات مع دكتور عبد الهادي، فكنت سائل عبد الهادي خلف ليش حل مجلس 75 من ناحية اجتماعية مش من ناحية سياسية ولا دستورية؟ إجابته كانت جدا ملفتة. قال عباس خليفة بن سلمان إلى درجة الغرور اللي وصلها ما كان يقبل أن يدخل المجلس وفي رئيس المجلس فوقه واقف على رأسه. هاي العقلية. سوى دستور وسوى برلمان وسوى انتخابات، بس ما عرف يقعد تحت، ما عرف يقعد تحت ورئيس البرلمان موجود فوق. بسيوني لما راح قصر الصافرية خلوه قدامه والمنصة فوق إلى السماء، إلى السماء اللي قاعد فيها هو جماعته. هاي الدلالات البسيطة اللي أنا أفهمها. أتمنى أني ما أكون مزعج جدا ولا أني خرجت عن السياق، وأنا أعتذر عن كل إساءة إلى ألفاظ أو إساءة إلى شخصيات معينة، ولكن هي رغبة موجودة، كان فرصة أني أنا أتكلم فيها، وشكراً.